أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهين أن الحكومة الأمنية تناقش شروط الهدنة مع حزب الله في جنوب لبنان، حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا. وذكرت قناة إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين ناقشوا في وقت سابق أيضا المطالب الإسرائيلية لهدنة تستمر 60 يوما، وتشمل هذه المطالب انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل وآلية تدخل وآلية تدخل دولية لفرض تطبيق الهدنة وضمان احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك في حال وجود تهديدات. ومتابعة لهذه التطورات ينضم إلينا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت العميد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي مارسيل بالوكجي. سيد مارسيل، أهلا بك. صباح الخير. صباح الخير لك ولضيوفك الكرام. ما هي الانعكاسات السياسية لقبول حزب الله شروط وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي؟ إن الوضع بالجنوب متأزم، إن القوات المعادية الإسرائيلية تحاول الدخول منذ شهر وعم تعاني بالدخول، تكتيك تعتمده وخوفا من الخسائر. القوات الإسرائيلية المعادية ما بدها تحتل كثير، عم تعمل قدم، بتضرب الخنادق الأنفاق ثم بتنسحب. بالأمس انسحبت من أغلبية القرى، أبقت على ضيعة قرية كفركلة لأنه بتشكل لها موقع استراتيجي، ولأنه حزب الله بيخوف القوات الإسرائيلية ما يضربها بمجنباتها بخلفيتها. أما تداعية الاتفاق، حزب الله غير ناضج بعد لاتفاق وقف النار، كما إسرائيل كما يبدو ما بتريد وقف إطلاق النار، لأنه أعلن إلى العلن الاتفاق قبل الاجتماع، وبالتالي هدف عرقلته. هيدا بيأثر كتير على المفاوضات الجارية، لأنه الإصرار الأمريكي لتقديمها للانتخابات ومساعدة السيدة هاريس بالانتخابات على الرئيس ترامب. طيب سيد مارسيل، سيد مارسيل عذرا للمقاطعة، يعني إذا أردنا أن نعمل ربط ما بين ما يحدث في لبنان وما يحدث في غزة، يعني هل يمكن اعتبار قبول حزب الله لهذه الشروط تخليا عن دعمه لحركة حماس؟ محاولة حزب الله اعترف بفصله عن حماس وغزة واتفاق غزة، ويتعرضه للحزب لضربات انتقامية للبيئة الحاضنة، المدن الكبرى صور بعلبك ضاحية أجبره. أما تداعيات هذا الاتفاق على الحزب، تداعياته كبيرة، سيعزز نفوذه السياسي في لبنان ويحد من نفوذه العسكري، كما أنه سيجبره على تغيير عند العودة إلى ما وراء الليطاني حسب الاتفاق 1701 التي يعطي امتيازات لإسرائيل. هذه شروط المناقشة تجبره على تغيير استراتيجيته الدفاعية ووقف الإمداد والتمويل، كما أنه هذا الاتفاق يشكل ضغط عليه من البيئة الحاضنة، وبالرغم من تعزيز بعض الشعبية بسبب انتصاره في الميدان البري. طيب الآن كيف الديموغرافية سيؤثر على التغيير الديموغرافي؟ سيد مارسيل، نحاول أن نكون مختصرين نظرا لضيق الوقت لو سمحت، كيف ستتأثر علاقة حزب الله الآن بحماس في حال التزامه بشروط وقف إطلاق النار التي تضع قيودا على تحركاته العسكرية؟ حزب الله لحتى الآن مش راضي على شروط هوكستن، لأنه بتطلق اليد الإسرائيلية بالمراقبة البرية والبحرية والجوية، إطلاقيات بيأثر على السيادة اللبنانية وعلى قرار الحزب وتحركاته. بالرغم من اعترافه بأنه تنفيذ 1701 وعودته للليطاني، لكن بشكل انتهاك بالسيادة. بالإضافة شرط أساسي بده يطعموها بقوات ألمانية وإنجليزية وفرنسية، بيرفضها حزب الله، بيعتبرهم لح يأثروا بالتحالف بالمراقبة على القطاع كافة في الجنوب ويحد من تحركاته. حتى الآن 1701 كما هو ممكن يوافق عليه الحزب مع بعض الشروط، إما إسرائيل لن توافق عليه،
إلا بإضافة بعض التعديلات عليه وأطلاق قوات متعددة والجيش اللبناني بأقل امتيازات إضافية له في الجنوب. هذا سيؤثر على يعني إذا لا يتم القبول بالشروط ولا تمتثل إسرائيل بما يطلب، إذن لن تكون هناك هدنة ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار. سيد مارسيل، أنا أبشك وقف إطلاق النار حتى الآن، لأنه الشروط متباعدة سيد الكريم. الشروط حزب الله العودة إلى ما وراء الليطانة يطلبها بعد وقف إطلاق النار، بينما الشرط الإسرائيلي فورا عودة قوات، إعلان قوات حزب الله العودة إلى وراء الليطانة ثم وقف إطلاق تحت ضغط النار تنفيذ. وبالتالي يحاول فصله بنفس الوقت عن حماس. عدة شروط متباعدة، والآلية إسرائيل تصر على آلية مراقبة تمس بالسيادة اللبنانية، حتى الآن لا يقبلها الشعب اللبناني ولا مقاومة اللبنانية ولا أحد يقبلها عند المس بالسيادة. مراقبة جوية وسيطرة والتدخل عند الحاجة من قوات الأمة دون العودة إلى الجيش اللبناني لن يقبلها أحد. طيب الآن ما هي السيناريوهات المحتملة إذا رفض حزب الله شروط وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على علاقته مع حركة حماس؟ سيكون الوضع تصعيدي، سيكون الأهداف أهداف إسرائيل المعادية إلى لبنان حماية شمال إسرائيل وتنفيذ 1701 معدل. لن تستطيع إسرائيل بنك أهداف مقاومة بمسيراتها وتطور المسيرات واستعمال الصواريخ، لحد الصواريخ الموجهة بالأمس استعملت حتى 125 كيلومتر، معناتها أنه حال التهجير بشمال إسرائيل يكبر، أصبح فوق المليون. وبالتالي والمسيرات تصيب بعض الأهداف باستعمال التشبع الثلاثي والاستراتيجية جديدة للحزب سيؤثر، بالإضافة للضغط الإسرائيلي على لبنان سيكون ضخم بالرد الانتقامي على المدن الكبرى، وسيصار إلى تطوير الحصار البحري والبري والجوي وقطع المواصلات والحدود مع سوريا وعزل لبنان. أن الطرفين التصعيد سيكون أوراق قصر عدم، وبالتالي لا مصلحة للإثنين، لا العدو الإسرائيلي ولا المقاومة، عدم وقف إطلاق النار والسير بمفاوضات. طيب سيد مارسيل، الجميع مطلوب منه تنازلات كبيرة، تنازلات كبيرة من الجميع. طيب الآن كيف سيتعامل حزب الله مع ضغط الداخل اللبناني إذا اتهمه البعض بالتخلي عن حماس وقضية فلسطين؟ سيدي الكريم، المشكلة بلبنان رح تبين هلأ بعد الأزمة كبيرة، وعلى حزب الله البيئة الحاضنة جايين على شتى، لا تمويل عربي إطلاقا، لا تمويل أجنبي، الآن مختلف عن تموز، لا ما رح يكون في أي تمويل. فبالتالي البيئة الحاضنة والبيئة الشيعية بالتحديد الجنوبية ستتشكل ضغط قوي على حزب الله وسيؤثر على تركيبة سياسية بلبنان. لن يستطيع حزب الله كما كان مسيطرا في لبنان أن يبقى مسيطرا بعد الآن بعد اتفاق وقت النار. ستتغير أولويات كثيرة، يجب دعم الجيش اللبناني لإطلاق يده لتأمين العدل للجميع، لكن الأزمة ستبتدئ بلبنان فورا بعد وقف إطلاق النار. أزمة ضخمة كبيرة، تهجير ديموغرافي، الشعب اللبناني بعض الشعب اللبناني سيتمرد وينتفض على هذه المنظومة خاصة السياسية التي تتصرف بأوامر وأملاءات. نعم. طيب الآن سيد مارسيل، سؤال أخير لو سمحت، كيف يمكن أن تتأثر علاقات المحور الإيراني السوري وحزب الله وحماس في حال قبول حزب الله بشروط إسرائيل لوقف إطلاق النار؟ بالطبيعي أن يتم مراجعة ما حصل، أن سوريا لم تقدم أي دعم لحزب الله إطلاقا، بالعكس بل قامت بتوقيف بعض عناصره والاعتداء على مصادرة مخازنه بسوريا. أما بالنسبة للمحور الإيراني حزب الله، هناك إيديولوجية، بالرغم حزب الله لم يدعم المقاومة بأي شيء لكنه وعده بالمساعدات المطلقة للإعمار لاحقا، هذا مش مضمون أكيد، بس حزب الله تنفيذه إدارته بلبنان
تتم من خلال فيلق القدس، إن حزب الله هو لواء بفيلق القدس. وبالرغم من تعيين السيد نعيم قاصر هو يدير الأزمة ولا يقرر الآن بالأزمة كما كان السيد نصر الله وعلاقته بإيران. وبالتالي إن الأزمة ستكون كبيرة ولكن داخل بيئة حزب الله لن يشعر فيها اللبنانيون. نعم، من بيروت العميد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي مارسيل بالوكجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات حول موضوعنا اليوم.